السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الشعب الخنفشاري، عساكم بيطيب الأحوال. أنورت وأسفرت بوجود الأساطير، ويا أهلا والله بكل السادة. إذا أنت جديد سوي حركة بركستو في هذه القناة. موضوع الفيديو لهذا اليوم خرافي وخنفشاري ودراماتيكي ومن كوكب آخر. فيا حبايب قلبي، في هذا الفيديو لعبنا كذا جيم، طبعا ما عليكم من الموتات الغبية، ولكن عدلنا شغل خنفشاري. فرح أترك لكم هذا الفيديو، أتمنى أنك تتابع الفيديو من البداية إلى النهاية، لأنه صراحة فيديو تعبت عليه. في نقطة ما أريدكم تعلقوا عليها، صوت المايك كان جدا عالي في الفيديو لأنه كنت مقرب المايك كثير، فصار يعني ضج بالصوت. أنا حاولت شوية أخفض من الصوت ولكن بعد شوية مزعج، فأتمنى أنكم تسمحوا لي. إن شاء الله مرة ثانية راح أحاول إني أبعد المايك بعيد عني لأن كثير أصورخ. والله المشكلة يا شباب، البس هذه السماعات ما أسمع أي شيء أبدا، فأقعد أصارخ والهفسة وأسوي حماس وجو. فيا شباب أتابعوا الفيديو من البداية إلى النهاية وحطوا لايكات عجيبة غريبة، وأترككم في المشاهدة ومشاهدة ممتعة. ننزل في هذا البيت الأسود، تقريبا معانا اثنين، ماشي مشكلة. خلونا نستلم هذا السلاح، طيبين نريد نبدل هذا السلاح لأنه هذا السلاح ما راح ينفعنا نهائيا. اللغم، طيب يا حبايب قلبي راح نسوي حركة بركة ستوب هكذا. طيبين طيبين طيبين، هم تقريبا فوق. اوكي 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 اوكي، ارنع يا حبيب الملايين. الثاني تعال 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 يا حبيب الكل، تعال تعال يا حبيب. اها هرب، هربت يا حبيبي، انا جاي لك يا خنفشاري. اوه الهيد شوت الخرافي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. با 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 با. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. خلونا نخرج من هذا البيت وندخل الى هنا، بيتأمن شوي. هذاك تحت، ايش راح نساوي؟ طيبين يا حبايب قلبي خلونا نجي خلف هذا البيت الاسود. كذا كويسين، كذا خرا. هذا حركات الون شوت ما على دخانوه يا ايتها الحلوة الجميلة. في واحد، وينك يا حلو وينك؟ اوه شفتك شفتك يا حبيب الملايين، والله شفتك حاب تسوي لي حركة قفز الارنب وهذا الامور، ما علي يا حبي. تعال بس طلع لي رأسك، طلع لي رأسك الكبير. هيا هيا هيا، لا تخاف، هل تخرج؟ فتخرج قليل، لا إنه في هذا المنزل. نعم 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 نعم، إنني رأيته، إنني أراه. أنا في الدانجر. أوه يا صرصور. لا تسوي لها الحركات يا حبي، خلاص يا حبيب. والله صرنا نجيب هيد شوتات يا شباب، ما شاء الله. يعني فقط انك تدخل الجيم متحمس تصير تجيب هيد شوتات، ولكن الهيد شوت ما يحسبوا حالي هيد شوت، ما اعرف ليش لازم ادخل اكثر متحمس، يعني اكثر من الحين. بس انا الحين يعني في الحماس، ماشي مشكله يا شباب. الاستمرار يعلم الشطار، ما معنا سلاح من قريب يا شباب، هذا الشيء اللي يخوفني، هذا الشيء اللي يخوفني يا حبايب قلبي. ما معنا سلاح من قريب، يعني السالفه فيها انه لازم نحصل سلاح من قريب يا جارينا. وين الأسلحة؟ لازم يكون هنا في سلاح قريب، ولازم يكون هنا في سلاح قريب، لأنه هذه المنطقة نزلوا فيها أشخاص خنفشاريون. يعني إذا متت الحين ما مني يا شباب، لأنه ما حصلت سلاح من قريب، لأن أتيم أبدا، وسوف أحاول أن أقتلك. ما معي سلاح من قريب، ولكن لدي قلب كبير. آه!
لا لا يا حبيب الملايين، لا 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 والف لا، اهرب يا دخان، خليهم يشتبكوا بعدين، تعالهم روح شويونا، غادر المجموعة يا حبيب الملايين. أيوة 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 أيوة، استلم استلم هذه. لا حبي خبرتك بس. دقيقة، لا يجي لي هذاك يغدرني. خبرتك يا حبيبي، خبرتك يا حبيبي، راح ارجع لك راح ارجع لك. اخواني هذا وين صار معنا؟ 5 كلات يا شباب، شيء خرافي، شيء احسن من خنفشاري. طيب يا شباب خلونا نمشي للزون، وهذاك راح يجي للزون، فكيف راح ندخل الزون؟ هو تقريبا راح يتقدمنا للجبل وراح يستلمنا من الجبل، واجب علينا ان شوي ناخذ يسار. انني اخاف ان اوبا زدت الثلج يا حبيبي الكل. طيب تعال كمان. اوهو زدت الثلج. اهرب اهرب اهرب، الله يهرب. اهرب اهرب شوي، حاول الك تركز. اوهو الحين حان وقت القتال. لا 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 يا الله حرام. من المستحيل انك تطلع تعيش، اذا طلعت عايش يا دخان فانت من الاساطير. خلاص اذا طلعت من هذا المكان وانت عايش وهذا العدد الخنفشاري معك فانت من اساطير اللعبة. انت من اساطير اللعبة والله. لو انت على السريع كيف بتصير من اساطير اللعبة واللعبة ما مخلت لك سلاح عشان انت تصير اسطورة؟ اوب والله يا شباب كلهم يلحقوني. ايه وين تابعني يا حبي؟ حرام عليك يا اخي، اتركني لحالي اتركني لحالي، خليني امشي. ما عندي شخصية بوكس لا عندي سلاح. هربنا بنجاح. اهو هذا الحلو. تا 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 حرام والله حرام، ما جايب شخصية البوكس. ليش يا دخان؟ ليش ما تصير بروسلي ده في السر؟ هذاك المسكين انا ماشي يضحكني، انا ماشي يضحكني الا هذاك يا شباب. هذاك عجيب غريب، يعني ودر كل شيء وجلس يتبعنا عشان انه بكسني ودمجني مية. يا سبحان الله يا سبحان الله. خطة الخنفشارية. أبا شافت شافت. فول هيد ما قلنا. لا 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 ابي دمك.
هذا حركاتك الحلوة دارسينها متعلمينها، انك تطلع لي من الجانب الثاني وتقول من الاتجاه الاخر هذا دارسينها. وين راح نمشي؟ ما معانا ثلج يا اخي شباب، ودرعنا مخلص على الاخير، فوش راح نسوي؟ هذاك 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 وين تقريبا ما شايف انه حلو حلو حلو. انا بسوي لك الحركه اللي تريد تسويها. طيب يا شباب خلينا نسوي لك حركه بركه ستوب شوي. ايوه هكذا حلو. قولوا معانا 6 اشخاص يا شباب والجيم بلش يخلص، فويش راح نساوي؟ شيء عجيب، لازم تركيز. هوهو هذه السيارة ليست في محلها إذا هنا كانت في حرب خنفوشانية. لا تتهور تاخذ سنايبر الجيم الثاني إن شاء الله الفيديو القادم. تذكر إن معاك ثلج، مستحيل تشيل ثلج وما تزيد ثلج. تذكر إن معاك ثلج يعني خلاص تضرب ضربة ضربتين. شوف ما شاء الله عليك كيف سريع في الثلج. عبي دمك، ما امرناك تنقذ ما اها هذا شغلاته مع الهيد شوتات شغلاته. اجلس ايش رايك بالثلج؟ كيف زدت ثلجتين؟ يا حرام خسرنا. هكذا الهيد شوت، هو هذا الهيد شوت الاصلي، الهيد شوت اللي هوهو. شفتك شفتك. لا 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 وين صار؟ لا ثلجة 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 ثلجة. شاطر شاطر. أيوة كفو وحش. أبي دمك. لا هذا المكان ما حلو لأن الدائرة صغيرة وراح يمكن يجوك الناس يقتلوك يا دخان. لازم تجلس هنا وتعبي دمك على السريع. أيوة ظلوا 2 فقط. تقدر تقدر تجيب الجيم بوي، وانا اعرف وانا متاكد وانا اوثق فيك يا قرد. طبعا ما انا القرد، هو القرد. لوت اللي حاولت تلوت، حاولت تلوت كل شيء عندك، يعني اللوت اللي عندك يقتلك سكواد بالكامل، ليش بعد تريد تلوت؟ ما لا تخسر وقت وتخلي الناس كلهم يعاينوا عليك. خليك منتبه فقط. ايوه اينكم؟ اوه اوه يا ربي هذا محترف، هذا ينطنط. تعال
من البداية إلى النهاية، وشكرا لكم على حسن المشاهدة. يعطيكم الصحة والعافية، أعطوني رأيكم بالفيديو. صحيح أن متنا موتات غبية، ولكن قدرنا أن نجيب البويا بطريقة أوتوماتيكية. فأتمنى أنك تحط لايك إذا الفيديو عجبك، وإذا الفيديو ما عجبك هم حط لايك، وانتقدني بطريقة محترمة أسفل التعليقات. متابع حسابي في الانستغرام، رابط حسابي في الانستغرام تحت في صندوق الوصف. وكان محادثكم دخان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله. Oh.